السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة الفيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، وأخيرا مؤسس عملة لونا كسر حاجز الصمت وتكلم عن خطة إحياء عملة لونا أو خطة لإنقاذ عملة لونا. خليكم معنا أصدقائي بعد الآن تروح حتى نعرف شو هي هاي الخطة. أصدقائي قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. خليكم معنا أصدقائي بعد الآن. طبعا اصدقائي، عملة لونا حاليا بسعر 0.3021، طبعا الماركت كاب 1,380,000,000 دولار. طبعا الماكس توتال سبلاي لحد الان ما في اي تغير، لا في زيادة ولا في نقصان. اليوم شفت تغريدة على تويتر انه تم الحرق من توتال سبلاي. طبعا نزلت هاي الصورة على تويتر، لحد الان اصدقائي ما في اي تغير بالماكس توتال سبلاي. الفوليوم اصدقائي 3,000,000,000 دولار و347,000,000 دولار. حاليا اصدقائي انا مخزن من عملة تيرا لونا على منصة كوكوين. منصة كوكوين كانت الخيار الانسب الي لتخزين عملة تيرا لونا. ليش كانت الخيار الانسب؟ انا وقت اشتريت 30,000,000 قطعة بسعر 0.403، كانت على جميع منصات غير منصة كوكوين 0.407. يعني انا لو اشتريت على منصة بايننس كان عدد القطع هذا معي 1,500,000 حبة فقط. لكن اختلاف السعر ورخص ثمن عملة لونا على منصة كوكوين خلاني اشتري 3,000,000 حبة وفرق معي الضعف، وضعف المربح وضعف عدد القطع. طبعا اصدقائي راح اترك لكم رابط منصة كوكوين اسفل الفيديو. المنصة بتقبل توثيق جميع الجنسيات حتى الجنسية السورية، بتقبل التوثيق عن طريق الكملك. الرابط الاسفل الفيديو خاص بقناتنا بيسمح لك تدخل مسابقات وتدخل على سحوبات قادمة من العملة. بالنسبة لدوكون مؤسس عملة تيرا لونا من تقريبا ساعتين نزل تغريدة. طبعا بداية التغريدة بيحكي عن مشروع عملة تيرا لونا عند التغريدة السادسة واللي هي المهمة. نبلش بالتغريدة الخامسة، نحن نقرأ: سيكون من المدمر اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع، والتقدم إذا بقينا في انتروبيا وسط وجهات نظر متعارضة. وعلى هذا النحو اقترح ما يلي لرسم المسار إلى الأمام لنظامنا البيئي. هذا الاقتراح الخاص بدو كون. طبعا اقترح وقال: يجب تقسيم سلسلة تيرا كما هي موجودة حاليا إلى سلسلة جديدة بدون عملات مستقرة حسابية تسمى تيرا والرمز باسم عملة لونا، والسلسلة القديمة ستسمى تيرا كلاسيك. طبعا والرمز تبع العملة يصير اسمها لونا كلاسيك، يعني لون سي. تمام، لونك هذا الرمز راح يكون الخاص بعملة لونا أو لونا كلاسيك، وسوف تتعايش كلتا السلاسل، يعني العملتين راح يصيروا تابعات لنفس الشركة. طبعا أصدقائي هذا الاقتراح، ممكن هذا الاقتراح يكون الأنسب، أو هذا الاقتراح يكون الأنسب من وجهة نظر مؤسس العملة. قال: هذا الاقتراح الخاص فيني. أصدقائي محفظة عملة لونا كان فيه تقريبا 48,000 حبة بيتكوين. طبعا منصة بايننس عم بتطالب بإيجاد قطع البيتكوين، عم بتطالب ب1,500,000,000 دولار تعويض للمتضررين بعملة لونا. فممكن انت تكون احد المتضررين بعملة لونا اذا اشتريت من فوق ال1 دولار يتم تعويضك من منصة بايننس. طبعا اصدقائي وكمان في عندي اخبار جيدة نوعا ما. مؤسس عملة بوليغان قدم يد العون ويد المساعدة الى عملة لونا، لكن بشرط انتقال عملة لونا الى شبكة البوليغان. رح نفتح اصدقائي الصفحة الخاصة بمؤسس عملة بوليغان. هذا هو مؤسس عملة البوليغان او عملة ماتيك. رح نشوف شو قال هلا عن عملة تيرا لونا. طبعا اصدقائي مؤسس البوليغان طلب من عملة تيرا لونا الانتقال الى شبكة البوليغان او شبكة الماتيك، وقال: نحن نعمل عن كثب مع مجموعة متنوعة من مشاريع تيرا لمساعدتهم على الهجرة بسرعة الى بوليغان. سنضع رأس المال والموارد ضد هذه الهجرات للترحيب بالمطورين ومجتمعاتهم في منصتنا. سوف نشارك المزيد قريبا. طبعا اصدقائي قدم المساعدة مقابل الانتقال عملة تيرا لونا الى شبكة البوليغان. وطبعا اصدقائي بالنسبة لمحافظ عملة لونا، طبعا اصدقائي حاليا تمت اضافة عدد قطع من البيتكوين، تمت اضافة 313 قطعة من البيتكوين.
طبعا كان محفظة فارغة لا يوجد بها أي قطع من البيتكوين. راح أفرجيكم صورة أنا صورتها في الصباح. هاي صورة أصدقائي في صباح اليوم، أنا دخلت على الموقع. طبعا لا، المحفظة لا تحتوي على أي قطعة بيتكوين. طبعا بنشوف إنه علامة البيتكوين باللون الأخضر، والدائرة لا تحتوي على أي قطعة بيتكوين. وبنشوف أسامي العملات، إنه العملات موجودة والبيتكوين صفر. طبعا هذا أمر مشوق جدا أصدقائي، تم زيادة حاليا بعدد قطع البيتكوين. طبعا في عندي قطع الأفالانش، تم نقص عدد قطع الأفالانش، كانت في صباح اليوم 77% من المحفظة من عملة الأفاكس، حاليا قلت من عملة الأفالانش. وطبعا عندي بي ام بي اليوم منصة باينانس تبرعت ب 12 مليون دولار بين عملة بي ام بي. طبعا وزيادة في شراء عملة اليو اس تي. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على لايك حتى يوصلك الجديد في عالم المبادرات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.